السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصحابي الحلوين، إزيكم عاملين إيه؟ النهاردة إن شاء الله هناخد حرف جديد من حروف اللغة العربية بحركاته الفتحة والكسرة والضمة والسكون. الحرف اللي معانا النهاردة هو حرف اللام. لام لام، ده شكل اللام المنفصل. لام منفصل، لام منفصل، اللام صوته إيه؟ ل ل. طيب لام متصل شكله إيه؟ فارد إيده على السطر. لام منفصل ولام متصل. طيب اول حاجه النهارده هناخدها حركه الفتح. طيب ايه الكلمه اللي اولها لام فتحه؟ لام فتحه صوتها ايه؟ لا. اسمع كده، لا لا. ايه الكلمه اللي اولها لام فتحه؟ لا لا. لحم لحم لحم، طبعا كلنا عارفين اللحمه اللي احنا بناكلها مفيده جدا لجسمنا. طيب هنكتب ازاي كلمة لحم؟ اول حاجة عندنا لا، حرف ايه اللي انتوا سامعينه ده؟ ننطقه كده لا، لام لام. طيب نكتب اللام عصاية على السطح، فرد ايديها على السطح وما ننساش التشكيل بتاعها. لام فتحة لا لا، انطقوا معايا حرف ايه ده؟ حرف الحاء. حاء، الحاء شبكة في اللام، عصاية مايلة على السطر، فرد ايديها على السطر. لحم م م ميم ميم، نصف دائرة لفوق، فرد ايديها ومنزلة رجليها. لحم، دي كده كلمة لحم. طيب تعالوا مع بعض نحلل كلمة لحم. حلل يعني ايه يا اصحابي؟ حلل يعني ايه؟ كل حرف بيرجع منفصل، بنفك الحروف دي كلها وبنرجعها منفصله واقفه لوحدها. طيب اول حرف عندنا من حروف كلمه لحم هنحلله حرف ايه؟ لام. لام بعد اللام حاء. حاء بعد الحاء لحم. ميم لحم. احنا كده حللنا، يبقى خدنا لام فتحه لا لحم والتحليل بتاع كلمه لحم. طيب هنبدا دلوقتي في حركه ثانيه من حركات حرف اللام. زي ما احنا خدنا خلاص الفتح، لام فتحه لا لحم. الحركة اللي بعد كده حركة ايه؟ هي حركة الكسرة. كسرة لام كسرة، لام كسرة صوتها ايه؟ لي لي لي. تعالوا مع بعض كلمة لي لي تبقى كلمة ايه؟ كلمة لسان 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 لسان، اللي احنا بيساعدنا على الكلام لسان. طيب تعالوا مع بعض نكتب كلمة لسان. أول حرف عندنا ننطقه بصوت، ننطقه بصوت لي لي، تبقى حرف اللام زي ما احنا عارفين بيتكتب ازاي، عصاية على السطر، فرد ايديها على السطر وما ننساش التشكيل بتاعها. الكسرة مكانها فين؟ تحت الحرف. طيب لي سين سين، هتشبك في اللام بتتكتب ازاي؟ نصف دائرة باصة لفوق وكمان نصف دائرة باصة لفوق وفرد ايديها على السطر. لي سا، انا قبل كده قلت لكم لما نمد كده في الصوت ده يبقى ده ايه؟ ألف مد، ألف مد، يشبك السين تشبك في ألف المد كده. لسان، حرف ايه ده؟ نون نون. النون هيشبك في الالف؟ لا مش هيشبك في الالف. ليه؟ عشان الالف حرف من حروف القطع، ما بيحبش يمسك اي حرف بعده، وعلشان النون اخر حرف في الكلمه فهيبقى منفصل
ازاي النون متنساش النقطة بتاعته سنة صغننة على السطر تنزل تلف تحت السطر وتطلع تاني وجواها نقطة لسان. طيب تعالوا مع بعض نحلل كلمة لسان زي ما احنا عارفين نحلل يعني ايه كل حرف بيرجع منفصل. طيب اول حرف عندنا في كلمة لسان حرف اللام. لام وبعد اللام سين وبعد السين ألف مد. ألف المد هنحط عليه همزة؟ لا ما بنحطش عليه همزة. ألف المد بيجي من غير همزة. دي سين ن ن نون كده احنا خدنا لام كسرة لي لسان. يلا مع بعض بسرعة نروح نروح كمان لكلمة جديدة بحركة جديدة. أنا عارفة إن أنتوا شاطرين وعارفين الحركات كلها. خدنا لام فتحة لحم ولام كسرة لسان. طيب ناقص لام ايه؟ مين بقى يقدر يقول لي لام ايه من الحركة؟ في لسه حركات ما خدناهاش. لام ايه؟ لام ضمة. لام ضمة. لام ضمة صوتها ايه؟ لو 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 لو. ايه الكلمة اللي ممكن يبقى اولها لو؟ لو 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 لعبة. لعبة لعبة. اي لعبة احنا بنلعب بيها اسمها باللغة العربية لعبة. طيب تمام تعالوا نقعد نكتب كلمة لعبة. اول حاجة لو لو حرف اللام. انا سامعة ناس شاطرة جدا وبتقول معايا اول ما بتسمع صوت الحرف بتقول هو ايه. لو لو يبقى فوقيه ايه؟ ضمة ضمة. لو لع ع حرف العين. العين هيشبك في اللام واحنا عندنا شكلين لحرف العين ممكن نكتبه مشبوك كده في وسط الكلمة وممكن نكتبه فاتح بقه ناحية اللام بياكلها وفارد ايده على السطر. لا ب ب ب ب ب الباء. برافو هنشبك الباء في العين سنة على السطر فرد ايديها على السطر وما ننساش النقطة بتاعتها. لا ب اه اه انا سامعة ناس بتقول تاء مربوطة. برافو عليكم تاء مربوطة هتشبك في الباء. هنطلع رقبتها لفوق عصايا لفوق ودائرة شبكة فيها وفوقيها ايه؟ ما ننساش فوقيها نقطتين. لعبة. يلا مع بعض نحلل كلمة لعبة زي ما احنا عارفين حلل يعني ايه؟ يعني كل حرف يرجع منفصل. طيب اول حرف عندنا حرف اللام. بعد كده لع ع حرف ايه ده؟ حرف العين. بعد العين حرف الباء. لا ب ب ب ب. بعد الباء حرف ايه؟ تاء مربوطه. التاء المربوطه هتنزل زي ما هي دائره وفوقيها نقطتين. لا ب. طيب احنا كده خدنا الفتحه والكسره والضمه. ناقص ايه؟ مين شاطر يقدر يقول لي ناقص ايه؟ ناقص حركه السكون. برافو. يلا مع بعض بقى نشوف حركة السكون بتبقى صوتها ازاي على الحرف. الحرف يبقى صوته ازاي وهو عليه السكون؟ يبقى ليه صوت ولا ملوش صوت؟ ونشوف ايه الكلمة بتاعتها. خدنا لام فتحة لالح ولام كسرة ليه لسان ولام ضمة له لعبة. لام كسر لام سكون. لام سكون ايه ممكن الكلمة اللي يبقى فيها لام سكون؟ اوائل السكون ما بتجيش في اول الكلمة خالص، بتيجي في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة. طب إيه الكلمة اللي ممكن في وسطها يبقى فيه لام سكون؟ هي لام سكون ليها صوت؟ ملهاش صوت. ل ولا فتحت ولا كسرت ولا ضمت. ل إيه الكلمة اللي ممكن يكون في وسطها ل؟ زي كلمة قلب. سامعين أنا نطقت اللام إزاي؟ قلب قلب. زي ما أنتوا شايفين اللام اتنطقت ازاي؟ ملهاش صوت. السكون عبارة عن ايه؟ دائرة فوق الحرف
في القاف عصاية وفرد ايديها على السطر، وما ننساش فوقيها السكون. السكون دائرة صغننة فوق الحرف بيخليه تقيل وملوش صوت. قل. طيب بعد كده قلب ب ب ب باء. برافو. الباء هتشبك في اللام سنة صغننة فوق السطر، فرد ايديها على السطر وطلع بسنة تاني فوق السطر وتحتيها النقطة. قلب قلب. نقول مع بعض قلب. طيب تعالوا مع بعض نحلل كلمة قلب. أول حرف هينزل منفصل حرف ايه؟ قاف. برافو. بعد القاف لام، بعد اللام قلب باء. يبقى احنا النهاردة خدنا حرف اللام بالأربع حركات بتوعه، الفتحة والكسرة والضمة والسكون. إن شاء الله هشوفكم في حلقة جديدة المرة الجاية مع حرف جديد. باي باي.